عايز أسأل حضرتك يعني كأحد الأعلام في هذا المجال على المستوى المتخصص، يعني كطبيب، لما يبقى في وزارة الصحة بتعلن أنه 30% من إجمالي الوفيات توفوا قبل الوصول للمستشفيات، 20% بعد 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات، حضرتك بتقرأ المؤشرات دي إزاي؟ طبعا إحنا درسنا باستمرار وبندرس يوميا مؤشر الوفيات، أعدادها، الأمراض المصاحبة لهذه الحالات، مدة وصولها للمستشفى، وبنتابعها بدقة شديدة جدا يوميا. يعني ستكين كم البيانات اليومية بتصدر بالأعداد. إحنا في كل يوم بندرس ونحلل هذه الظاهرة أو هذه القضية. نشوف بقى كل اللي ورا الأرقام إيه بالظبط. فسيادتك يعني بدون شك مازال في بعض الحالات، أولا عدم يقين أو عدم تأكد أو عدم اهتمام بمظاهر المرض الأولى التي قد تعني في بعض الحالات، خصوصا اللي عندها أمراض مصاحبة، خطورة على هذه الحالة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، مازال فيه نوع من الخوف أو القلق، ويمكن سيادة الرئيس أشار النهاردة إلى هذا، أو الخوف من وصمة إن جاله فيروس كورونا، مع إن ده فيروس يصيب الإنسان وموجود في العالم كله، وفيروس يشابه فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، لكن ما صاحبه من خوف من الوصمة أو العزل أو دخول إحدى المستشفيات التي تتعامل مع هذه الحالات، خلى كثير من الحالات تتردد في الوصول إلى المستشفيات. وطبعا كل تأخير مع الأسف في هذه الحالات، وقد يكون تأخير حتى لو يوم واحد، بيعني تدهور شديد في هذه الحالات، خصوصا الحالات الشديدة أو شديدة جدا اللي بتخش المستشفيات والرعايات وتحتاج أجهزة التنفس الصناعي. حضرتك موقفك على مستوى علمي برضو ما بين اتجاهين دلوقتي الواحد بيتابعهم مثلا أو بيشوفهم على مستوى الناس، إما ناس متساهلة جدا أو ناس مخضوضة جدا ومتخوفة، ويقولك إحنا النهاردة كسرنا حاجز 250، إحنا النهاردة كسرنا حاجز 200، إحنا النهاردة كسرنا رقم كذا. إحنا نقرأ الموقف دي إزاي وحرك موقفك إيه من الأرقام؟ شوف سيادتك، الرقم اللي سيادتك بيتقال عن إصابة النهاردة أو مثلا يعني مثلا 250 حالة النهاردة كان 260 بالظبط مثلا، يعني بدأ حالته أو 260، معناها إن الحالات دي مش بتاعت النهاردة الحقيقة، لأن سيادتك طبعا قلنا وحضرتك فاكر هذا، إن فترة الحضانة بتاع هذا المرض 14 يوم. يبقى إذن اللي ظهر النهاردة ده قد يكون أصيب من 14 يوم أو من 13 يوم أو من 10 أيام. فهي عملية يعني صحيح العدد ده اللي اكتشف النهاردة أو اللي بلغ عنه النهاردة أو التحليل وطلع إيجابي النهاردة، لكن ده يعني إن هناك بقالوا عدد منهم أصيب على مدى الفترة اللي فاتت لغاية ما النهاردة اكتشفناها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين سيادتك، احنا هذا العدد أو هذه الزيادة طبعا بدون شك في زيادة طبيعية احنا متوقعينها، ونعود إلى الفترة الماضي القريب لما قلنا الزيادات بتاعتنا ونتمنى تستمر في هذا، هي زيادة أفقية وليست زيادات رأسية، بمعنى زيادات فيها الزيادة بس العدد ماشي على مهله في صورة أفقية وليس حادة إلى أعلى، لأن دي بتحمل خطورة في أعداد كبيرة تكتشف في وقت يعني وقت. الخطورة الحقيقة إنك تلاقي مضاعفات للرقم في خلال 24 ساعة مثلا يا فندم. أدي واحد، وده كلام مظبوط جدا. أنا والله بيعجبني فيك يعني العلمية الشديدة في تحليل البيانات. يبقى إذن هناك زيادة حقيقية طبعا. لكن أيضا الحاجة الثانية إن تعني إن حاجة طالب تفسير علمي واقعي. الحاجة الثانية تعني إن أنا بكتشف زيادة حالات أحسن. يعني إذا اكتشافي للحالات بقى أفضل من الأول، فبقيت ألاقي حالات كتيرة. كل ما ألاقي حالات واكتشفها وعزلها وتبقى موجودة عندي عارفها بتساعد في جمع البيانات وفي عزل المرض.
بالظبط كده، لان احنا عارفين ان كل مريض يمكن يعدي 3-4 اشخاص اخرين. أي. يبقى انا النهارده لما بعزل المريض صحيح العدد بيبان انه زياده، هو زياده فعلا، بيعني ان احنا بنكتشف حالات اكتر. الحاجه الثالثه بقى المهمه جدا،